اهلا بيكو، معاكم احمد عمرو aquatips.com. سالت قبل كده كذا مره عن تمارين الثبات او الايزومتريك، هل مفيده ولا لا، هل ممكن ان هي تبني عضلات ولا لا، او تزود القوه او الحاجات دي. فانا عايز اقول ان التمارين ديت مش بس هتبني لك عضل، هي تبني لك عضل زياده، هي ممكن تزود لك القوه، ممكن تزود لك حتى الاداء الرياضي بتاعك، وممكن كمان تقلل الريسك بتاع الاصابات، يعني تقوي الاربطه وتقوي الحاجات اللي هي هتخلي الريسك الاصابه يكون اقل. بس قبل ما نبدا الفيديو، جايب لكم قناه هتعجبكم جدا جدا، مدربه اماراتيه اسمها ندى. ندى عندها ديد ليفت فوق ال 100 كيلو، ومع ذلك بتعرف تعمل كل حركات الكاليثينكس تقريبا، بتعمل حتى كاليثينكس فري ستايل، هاند ستاندز، كل حاجه ما شاء الله عليها. بتتكلم حتى في النيوتريشن على حاجات مهمه. احنا مش بنقدم محتويات كتيره للبنات، فالبنات اللي بتتابعنا اعملوا سبسكرايب عند ندى، وهتلاقوا في الوصف فيديو ليها بيتكلم عن بكتيريا المعده او الميكروبيوم وعلاقتها بخساره الوزن. وهترك لكم بعض اللقطات كده على السريع قبل ما نخش في الفيديو بتاعنا. بس من عدلنا جهاز الهضمي، وبس من ان عدلنا المشاكل اللي كانت عندنا. طيب نرجع للفيديو بتاعنا، وهنمسك نقطة نقطة من الفوائد ديت. طب ليه الايزومتريك دوت ازاي هيكبر العضلات بتاعتي، او ازاي هو هيزود لي الحجم العضلي؟ لا، لان النظرية اللي مفيش حد مختلف عليها خالص، اللي هي اسمها TUT او تايم اندر تنشن، اللي هي بالعربي الوقت اللي العضلة بتاعتي بتكون تحت لود او تحت حمل او ضغط. فكل ما الوقت دوت والضغط دوت بيكون اكتر، كل ما العضلة فرصتها ان هي تكبر بتكون اكتر. طيب التنشن اللي هو بيكون على العضله، او الشد اللي هو بيكون على العضله، ده بيكون ثلاث انواع، عندنا ثلاث انواع منه. اول نوع اللي هو الناس كلها بتركز عليه، اللي هو اسمه كونسنتريك. كونسنتريك اللي هو وانا برفع الوزن، يعني لو انا بالسكوات لما انا بكون تحت وعايز اطلع بالوزن على فوق ده الكونسنتريك، لو انا في العقله وفارد ايدي وعايز ارفع نفسي على فوق دوت برضو الكونسنتريك، ده اللي الناس كلها بتركز عليه. عندنا النوع الثاني من التنشن او من الشد بيبقى اسمه ايسنتريك. ايسنتريك اللي هو العكس بقى، انا طلعت فوق في العقله او في السكوات بنزل تاني بقى عشان اعمل العده اللي بعديها. النزله ديت اللي هي مع الجاذبيه دي اسمها ايسنتريك. طبعا الجاذبيه بتسحبني على تحت، لو انا سايب نفسي البار هيرزعني في الارض تحت لو انا بعمل سكوات تقيل. فالايسنتريك دوت ان انا بشد العضلات بتاعتي شويه اثناء النزول علشان اتحكم في النزله. ممكن ابقى اعمل عنها فيديو بالتفصيل، بس احنا النهارده عايزين نركز على النوع الثالث من الشد او من التنشن، اللي هو بيكون اسمه ايزومتريك. فالايزومتريك بقى اللي هو البار ولا بيطلع فوق ولا بينزل تحت، او الوزن اللي انا بحركه سواء كان وزن جسمي او وزن اضافي او اي حاجه من دي، ما بيطلعش ولا بينزل، هو ثابت في نفس المكان. فده ممكن يبقى مفيد جدا جدا في لو انا ضفته للتمرين بتاعي. ممكن ان انا اعمل موضوع الايزومتريك او الثبات ده في اخر كل عده، يعني انا مثلا لو بطلع عقله برفع نفسي لغايه الاخر، بعد ما دقني بتعدي البور ممكن اثبت ثانيتين وهنزل. لو عملت 10 عدات بالطريقه ديت فدول هيكونوا افيد بكتير من ان انا اعمل 10 عدات مجرد ان انا بطلع وبنزل وخلاص. فدي طريقه ان انا اصعب بيها التمارين بتاعتي من غير ما ازود وزن او ازود عدات، ان انا ممكن ازود الايزومتريك هولد او الثبات. فدي هتكون اداه كويسه جدا ان انا صعب التمرين بتاعي. هنتكلم على تطبيقات اكتر بس في اخر الفيديو علشان نتكلم على باقي الفوائد الاول. طيب من ناحيه زياده القوه بقى، ازاي تخليني ان انا ازود القوه بتاعتي؟ عن طريق كذا حاجه. اول حاجه زي ما اتكلمنا، احنا عندنا ثلاث انواع التنشن، اللي هو وانا بنزل او وانا بطلع او وانا بثبت. المفروض ان انا اكون قوي في الثلاث اوضاع دول. يعني لو انت مثلا بتركز بس على الكونسنتريك ان انت تطلع فوق، مش مركز على اي حاجه ثانيه، القوه بتاعتك هتزيد، بس هيبقى ليها ليميت معين او هيبقى ليها حد معين. بعد كده بتلاقي نفسك ان انت وصلت للبلاتو ومش عارف ان انت تزود الاوزان بتاعتك تاني، ودي بتحصل عند ناس كتيره جدا. بس لما زود النوعين التانيين من الانقباض او من القوه، فده بيخلي فيه مساحه او بيخلي فيه فرصه ان الكونسنتريك بتاعي كمان يزيد، ان انا مقدرتي ان انا ارفع اوزان اتقل بتزيد بطريقه حلوه جدا. الحاجه التانيه برضو اللي ممكن تحسن القوه بتاعتي هي حاجه اسمها ستيكينج بوينتس. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني في اي تمرين بيبقى فيه نقطه معينه، دي بتبقى اصعب نقطه، يعني الوزن بيكون اتقل من اي نقطه تانية خلال الحركه. يعني لو خدنا مثال على السكوات مثلا، انا بنزل وبعد كده بطلع، بتلاقي وانا بطلع كده الوزن بيبقى تقيل قوي في الحته بتاعت اللي هي ايه، اللي رجليا بتكون تقريبا 90 درجه، اللي هو الهامسترنج او خلفيه رجليا بتكون موازيه للارض. بنلاقي الناس بتاعت الباور ليفتنج لو عايز يشيل وزن جديد او عايز يعمل رقم قياسي جديد، فبيشيل وزن هو ما شالوش قبل كده،
لو ما نجحش في الوزن ده فغالبا بيقع في الحته ديت، يعني هو ممكن بينزل وبيطلع اثناء الطلعه بتاعته بعد البارلل كده بشويه، وعند البارلل بيقوم ايه موقع البار. ديت الستيكنج بوينتس مثلا بتاعت السكوات. في برضو نفس النقطه ديت بنلاقيها في العقله عند ناس كتير برضو، ان هو ما بيعرفش يخلص العقله بتاعته، بينزل لغايه الاخر بس لما بيجي بيطلع، لما العقله بتكون عند الفورهيد مثلا او دراعه عند 90 درجه برضو، بنلاقي ان هو ايه بيهنك في الحته ديت. فديت اللي هي الستيكنج بوينتس طبعا بتختلف من تمرين للتاني، وبتختلف برضو من شخص للتاني. فطريقه حلوه ان انا اقوي الستيكنج بوينتس بتاعتي دي، ان انا ممكن بعد ما اخلص المجموعات العاديه بتاعتي ان انا اعمل مجموعه تكون ايزومتريك او تكون ثبات في النقطه الصعبه بتاعتي، بس طبعا هيكون الوزن اقل شويه، واحاول اثبت في النقطه ديت من 20 ل 30 ثانيه. بعد كده ده هيسمح لي ان انا هشيل طبعا اوزان اتقل، وان النقطه دي مش هتكون بتمثل لي نقطه ضعف تاني. بعد كده نخش بقى على الاداء الرياضي، ودي حاجه مهمه جدا ان انا اتضمن ايزومتريك او اتضمن تمارين ثبات علشان احسن الاداء الرياضي. اي حركه من حركات الاداء الرياضي، ان انت مثلا عايز تنط اعلى، انت بتعمل ايه؟ انت بتنزل تحت الجاموسه دي يا عم واتلاقي انا لو عايز انط فوق بعمل ايه؟ لو عايز انط اعلى حاجه عندي المفروض ان انا بنزل تحت، وبعد كده بقوم احول الباور او العزم اللي انا هينزلني تحت دوت لفوق، ان هو يطلعني فوق يطلعني اعلى حاجه. فالمفروض ان الموضوع دوت يكون في جزء من الثانيه، يعني النزله اللي هي الديب او النزله والطلعه، وان انا احولها لباور يطلعني فوق. المفروض ان الكلام دوت كل ما كان اسرع، كل ما خد وقت اقل، كل ما النط بتاعتي هيكون فيها باور اكتر. ايه اللي هيساعدني ان انا اعمل كده، ان انا انجز المهمه ديت في وقت اقل؟ لو انا بتمرن ايزومتريك. لو انا ضعيف في الايزومتريك ده، فهتلاقي نفسي ان انا لما بنزل انط، انا بنزل وبعد كده باخد وقت اطول شويه وبعد كده بطلع انط تاني. الوقت اللي انا خدته على الارض دوت اللي انا طولت فيه ده هيخلي النطه بتاعتي اضعف بكتير. لو انا هعمل باك فليب دلوقتي، تمام، انا تحت انا بنزل وبعد كده بطلع بعمل الباك. لو انا نزلت وفضلت معلق كده تحت شويه وبعد كده حاولت ان انا اعمل باك فليب، هتبقى مش حلوه، هتبقى واطيه جدا. لو انا عايز اعملها فعلا عاليه، فالنزله والطلعه لازم تبقى سريعه، بنزل واطلع على طول، ساعتها انا الباور هيكون اكتر بكتير، هعمل لاندنج مستريح. نفس المثال دوت ممكن ناخده برضو على الجري. الجري برضو بيبقى نفس الكلام، انا عايز رجليا تمتص الصدمه اللي هي على الارض وتحول الباور دوت للامام، دفع للامام، بحس ان انا اجري اسرع لو حد عايز يجري سبرنت اسرع. فبرضو اللي هيساعدني ان انا اعمل كده ان انا اكون بتمرن ايزومتريك. نفس الكلام بالنسبه لتغيير الاتجاهات. الناس اللي بتلعب مثلا العاب جماعيه زي الكوره، زي كره اليد، السله، الحاجات دي كلها تغيير الاتجاهات المفاجئ برضو علشان يكون سريع، علشان يكون ما فيهوش اصابات كتير. فبرضو الناس ديت محتاجه ان هي يكون في البرنامج بتاعها ثبات او ايزومتريك. الرياضات الثانيه برضو اللي هو الاحتكاك اللي فيها بيكون عالي، زي مثلا الرجبي او الامريكان فوتبول او حتى الكوره، برضو بيبقى فيها احتكاك كتير علشان جسمي يعرف يمتص الصدمات ديت بتاعت الاحتكاك. نفس الكلام في فنون القتال، علشان امتص اي صدمه واحولها للاتجاه اللي انا عايزه بامان. فنفس الكلام تمارين الثبات هتبقى مطلوبه ان هي تكون موجوده في البرنامج بتاعك. نخش بقى على التطبيق العملي، ازاي ادخل الايزومتريك او الثبات في التمرين بتاعي. ابدا مثلا بالتطبيق ده زي اللي انا شرحته، اللي هو على العقله. لو انت بتعمل 10 عدات عقله عادي، عايز تخلي الموضوع اصعب شويه، ممكن ان انت في اخر العقله بتاعتك بعد ما ده انك تعدي البار اثبت ثانيتين وبعد كده انزل خد العده اللي بعديها. ممكن استعمل برضو نفس الطريقه ديت في الدبس او في تمرين المتوازي، بس طبعا مش هثبت وانا دراعي مفروض مش هثبت بعد ما اخلص التمرين، لا المتوازي انا هعمل العكس، انا هثبت تحت، يعني بنزل تحت عند الوضع اللي انا بيكون دراعي فيه 90 درجه، هثبت لي ثانيتين مثلا وبعد كده اقوم طالع تاني واعمل العده اللي بعديها، هثبت ثانيتين وبعدين اقوم طالع تاني. دي طريقه هايله ان انت تتحسن في المتوازي من غير ما تزود اوزان، من غير ما تزود عدات، هتحسن الفورم وتحسن القوه وتحسن كل حاجه من غير ما تزود حاجه على التمرين، بس ان انت زودت الايه الثانيتين ثبات دي في كل عده. ممكن برضو ده من احلى التمارين اللي تعرف تطبق فيها موضوع الايزومتريك، هو اللاترال ريزز. لان التمرين دوت انت ممكن مثلا بتعلي الوزن بتاعك في الاول، تشتغل بخمسه سبعه ونص عشره والتمرين ما زال اوكي، بس بتيجي المرحله اللي هو مثلا ال 10 كيلو بقوا مسهلين، وتيجي تروح على ال 12 ونص مثلا او الوزن اللي بعديه على طول، تلاقي الفورم بتاعك باظ، تلاقي ان انت مش قادر تشيل او تطبق نفس التمرين بنفس الشكل اللي انت كنت بتعمله بالعشره. تيجي ترجع لل 10 كيلو تلاقي التمرين سهل وما بيعملكش نفس النتيجه. فاحلى حل انت ممكن تعمله ساعتها هو ان انت في نهايه كل عده
هضيف سنتين ثبات وبعد كده هنزل تاني، سنتين ثبات وبعد كده هنزل تاني. ساعتها ال10 عدات اللي هم كانوا سهلين هيكونوا اصعب بكتير، وممكن كمان يكونوا اقل من 10. وفي نفس الوقت هتبقى حافظت على الفورم بتاعك، وده اهم حاجه في اي تمرين انت بتعمله. في طريقه ثانيه برضو للايزومتريك، ان انا هعمل ثبات في حاجه اسمها ديس ادفانتج بوزيشن. ادفانتج يعني ميزه، ديس ادفانتج يعني انا ما عنديش ميزه في الوضع ده، ما عنديش فيه مصلحه يعني. ما عنديش ميزه ان انا اثبت في الوضع دوت. يعني ايه؟ يعني لما انزل السكوات، لو انا بنزل وبطلع على طول، فطبعا انا هعرف اشيل وزن اكتر. بس جرب كده ان انت نفس الوزن اللي على ظهرك دوت نزلت وثبتت نفسك مثلا من 3 ل 4 ثواني وانت تحت، وبعد كده عايز تقوم تاني بالوزن وعايز تطلع تاني، ساعتها التمرين بيكون اصعب بكتير. ديت المقصود بالديس ادفانتج بوزيشن. فهتبقى صعبت تمرين السكوات من غير ما تضيف وزن اضافي. ده حلو لو حد عنده مشكله مثلا في ظهره مش عايز ان هو يحط وزن زياده على البار، فممكن يصعب السكوات بالطريقه دي. عندنا تطبيق تاني برضو الموضوع الايزومتريك ده، حاجه اسمها بري فاتيج. يعني ايه بري فاتيج؟ بري يعني قبل، فاتيج يعني تعب. بالعربي البسيط كده بدل ما نترجم ترجمه حرفيه بتبقى ممله، فيعني المقصود ان انا دلوقتي مثلا لو هعمل lateral raises، لو هعمل التمرين اللي هو بتاع الكتف اللي احنا خدناه كمثال، لو انا عايز اعمل 10 عدات وال10 عدات بالوزن دولت سهلين، اوكي، عايز اصعب التمرين شويه، ممكن ان انا هثبت وانا شايل الدمبلز في البوزيشن دوت لمده 20 او 30 ثانيه، وبعد كده هبتدي ان انا هعمل العدات بتاعتي، هطلع وهنزل. ساعتها التمرين هيكون اصعب بكتير، هطلع ساعتها العده العشرة وانا مش قادر، وانا بطلعها بالعافيه، مش هتبقى سهله زي الاول. ممكن اعمل نفس الطريقه دي بالظبط بس في اخر المجموعه دي، بيبقى اسمها بقى بوست فاتيج. بوست يعني بعد، فانا هخلص ال10 عدات بتاعتي وفي العده العشرة هقوم مثبت من 20 ل 30 ثانيه اللي تقدر عليه، ساعتها برضو المجموعه بتاعتك هتكون اصعب بكتير. وبالمناسبه ان انت تضيف الايزومتريك في اخر المجموعه، انا بفضل الطريقه ديت اكتر من الدروب سيت، لان الدروب سيت مرهقه جدا جدا، بتفضي جلايكوجين كتير قوي من العضله. وفي حاجه ناس كتيره ما تعرفهاش، ان انت كل ما فضيت جلايكوجين اكتر كل ما يبقى فيه كورتيزول اكتر بعد التمرين. فمش معنى كده يعني ان انت ما بتتمرنش جامد، لا، دوس على نفسك في التمرين وكل حاجه، بس يعني من الذكاء ان انت تتمرن تتعب اقل وتاخد نتيجه اكتر. يعني دي ترين سمارت، او اتمرن بذكاء. بعد كده عندي بقى التطبيق الاخراني، ودوت اللي انا فعلا كنت بنفذه في البرنامج بتاعي اللي فات، ان انا كنت بعمل ثلاث مجموعات عاديين خالص بعد ما بخلص المين ليفت او التمارين الاساسيه بتاعتي، وبعد كده اعمل التمارين التكميليه بتاعتي. التمارين التكميليه تقريبا بتبقى ثلاث مجموعات عاديه، زي مثلا الرو والضغط على الرينجز لما كنت بتمرن بره. في اخر سيت او في اخر مجموعه ان انا بعمل الهولد او بعمل الثبات، بعمل مجموعه زياده، مجموعه رابعه، وبتبقى ثبات في اصعب وضع في التمرين لمده 20 ل 30 ثانيه. النقطه اللي بعديها برضو اللي عايز اقولها، ان انت مش لازم تبقى بتعمل الايزومتريك دوت في كل حصه تمرين، مش لازم خالص، مش لازم ان هو يكون طول السنه. استعمله على انه اداه. يعني انا النهارده رحت اتمرنت التمرين بتاعي عادي، عملت ال10 عدات بتاعتي عادي جدا، المره الجايه عايز اخلي ال10 عدات اصعب شويه بس مش عايز ازود وزن، فممكن ان انا ازود موضوع الايزومتريك دوت كده. تقريبا الفيديو خلص، بس في حاجه اكيد هتسال عليها، هي الايزومتريك بقى بتاع الكاليثينكس، ان انت تثبت مثلا في البلانش، او ان انت تثبت في الليفر، او في الهاند ستاند، او في الحاجات دي. ديت اكيد مليون في الميه برضو ممكن هي تبني عضلات اكتر، ممكن تحسنك في الحركات ديت اكتر وتبني لك قوه اكتر، بس ديت طبعا هيبقى عايزه فيديو مخصوص ليها، هحاول ان انا اشتغل عليه ونعمله في اقرب وقت ان شاء الله. اكتبوا لنا ايه رايكم في الفيديو، اكتبوا لنا رايكم بعد ما تجربوا موضوع الثبات ده في التمرين بعد ما تضيفه، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.